مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقات الانبوكسين. بدنا نعمل انبوكس ل 2-4 بوكسات. خلينا نبدأ على السريع وبلاش نطول عليكم. البوكس الاول اللي هو هذا من امازون شريناه. طبعا احنا بدنا نشتري شغلات من وش نجربها، يعني شغلات نوت باد، في شغلات لقيها نفسها على امازون. خلينا نحكي شو هو هذا. اوكي، بوكس كبير وصال فاضي. هاي يا جماعة، هاي عبارة عن بوكس للخضروات اللي في المنزل. هذه طبعا الحلو فيها كثير سيدات راح يحبوا هذا الموضوع. انا بقولكم هاي طريقة ممتازة انكم تحفظوا الاكل، في خاصة الخضروات. معظم الاكل لما بنحطه بكياس للأسف شو بيصير فيه؟ بيصير فيه تعفن وبخرب بسرعة. هاي بسحب الهواء زي ما انتم شايفينها هيك. هاي هي الغطاء وهاي البوكس. طبعا هم 3 بوكسات، حورجيكم شو اللي بيصير. في ديفايدر هلا حنحكي عنه. اوكي، تغسلوا، تحطوا مثلا الخضروات جوا بتغسلوها وصفي المي تصفاي منها بهاي الطريقه، فبالتالي انت بتحفظ الغسل. هلا هاي القطعه بتقدر تحطها هيك بالنص عشان تعمل ديفايدر، وبتقدر تحطها برضو تفتحها وتحطها فوق بحيث انك تعملها طبقتين زي ما انتم شايفين. اوكي، والحلو فيها بس تغطيها بتقدر تنفس الهواء اللي فيها بهاي الطريقة. فبالتالي هذا البوكس. مين هذا؟ هذا آدم رجع لحلقات الانبوكسينج. طبعا هذا في منه تاني وهذا صغير، خلينا نجربه. بوبو هذا للفراولة والشغلات هاي. يعني على كل حال هذول الثلاثة هذول لسيدات المنزل، للمطبخ شيء مهم جدا جدا جدا. اوكي، خلينا نفتح الثانية. آدم تفضل، من زمان ما فتحتش انت. طيب خلينا نشوف شو فيه هون يا جماعة. اوكي، اول شغلة تمردين. هذا عبارة عن تمردين نعمله نشربه. هذا تمردين احنا حكينا عن في احد الحلقات تبعت الصحة عن الفوائد اللي موجودة فيه، وكويس كثير لمرضى السكر. طبعا الشغلة الثانية تيمريك جينجر تي. هذا مفروض تيمريك جينجر، هذا تيمريك اللي هو بالعربي كركم، وجينجر اللي هو زنجبيل. شاي نشرب زاكي كثير، جربناه قبل هيك كويس. بلاك سيدز هذا للامعاء والمغذي جدا ومهم جدا. طيب اللي بعده بيجيك شغلات احيانا تكون طالبها من زمان فمش عارف. اوه اوكي، هاي يا جماعة شايفين شو هاي؟ لا فهمت، هاي تنحط بين الغاز والخزانة عشان دايما بكون في جاب صغير بين الغاز والخزانة،
فما يوقع الاكل جوا ويوسخ. بتحط هاي جلده طريه ما بتنحرق. هاي طلبنا تنتين، اجت وحده مش عارف الثانيه وين. خلينا نشوف شو هاي. هدول بذور للزراعة. أوكرا. أوكرا شو يعني؟ بالعربي شو يعني؟ بامية. وهاي شو اسمه؟ كوسة. وهاي نوع من أنواع الخضروات الصينية. وهاي تشيري بول راديش، هاي تبعت الراديش اللي هو الفجل. اوكي، هذول الشغلات اللي كانوا عندنا. مره ثانيه اذا عجبكم هذا الفيديو ضلكوا اعملوا سبسكرايب للقناه، واذا شفتوا لايك ضيقوا، واذا شفتوا شير شيروا، واذا شفتوا سبسكرايب سبسكرايبوا. وسلام للجميع. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.